وفي نشرة سابقة أكد سعادة المستشار عبد الله بن حسن البعينين نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز أن المجال القضائي شهد تطورا كبيرا بدعم جلالة الملك المفدى في مشروع جلالته الإصلاحي وتحت مظلة ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين. ومنها المجال القضائي الذي شهد تطورا تاريخيا على يد جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه في مشروع جلالته الإصلاحي والذي تجلى في ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين. تأسس المجلس الأعلى للقضاء ليؤكد الاستقلالية التامة للسلطة القضائية، وتأسست النيابة العامة كشعبة أصيلة من شعب القضاء، وأنشأت أيضا المحكمة الدستورية لتختص برقابة الدستورية في القوانين واللوائح، وكلها جاءت في مظلة ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين. وكذلك أيضا صدر قانون خاص للسلطة القضائية قد ضمن في متنه جميع المبادئ التي تؤكد دورها الرئيسي في تحقيق النزاهة والمحافظة على الحقوق. هذا من جانب. أيضا من جانب آخر صدرت القوانين الإجرائية في الدعاوى المدنية والجنائية والشرعية التي ترجمت العديد من المبادئ التي تحفظ المتقاضين حقهم في محاكمة عادلة وفق مبادئ الدستور والمواثيق الدولية. وكذلك أيضا من محطات الإنجاز في العمل القضائي استخدام تكنولوجيا المعلومات في إجراءات التقاضي التي ساهمت بشكل محوري في دعم ومساندة عمل المحاكم وتعزيز سرعة الفصل في الدعاوى وتيسير الخدمات القضائية والعدلية أمام المتقاضين والمحامين، واستحداث قوانين بديلة لتسوية المنازعات منها التحكيم وقانون الوساطة. هذه كلها تشريعات منظومة تشريعية وبنية تشريعية تحتية جاءت لتدفع بالعمل القضائي إلى ما هو أفضل. وأيضا بهذه المناسبة فرصة نستحضر أن السلطة القضائية تسعى دائما في استراتيجيات وخططها تحقيق العدالة الناجزة من خلال قضاء فاعل كفء سريع يتماشى مع خطة التنمية ورؤية مملكة البحرين 2030.